السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز واي 9 برايم. بدنا نشرح طريقة فك اف ار بي على أداة Unlock Tools. الشرح بزبط على أي أداة، ولكن الآن بدي أشرح للمبتدئين كيف يعرفوا موديل الجهاز، يتأكدوا من الموديل، كيف يعرفوا شو المعالج تبع الجهاز، ونفس الوقت طريقة الفتح بطريقة مبسطة وشرح وافي. ياريت بالبداية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل جديد. أول شيء الجهاز عندي هون زي ما انتم شايفين مسكر شبكة، مسكر FRB وطالب حساب FRB. أول شغلة راح أعملها راح أطفي الجهاز، وبنفتح أداة Unlock Tools. طبعا راح أترك لك رابط في الفيديو لطريقة تفعيل أداة Unlock Tools. نتأكد إنه الجهاز طفى بشكل كامل، بعدها نضغط على خفض الصوت ونضل ضاغطين عليها وبنشبك كابل الداتا. تفتح معنا شاشة الفاست بوت. شو بعمل؟ بتوجه لهواوي، وبختار اي خيار يبين لي الفاست بوت. انا راح اختار هنا كايرن، انا عارف معالج الجهاز، وبعمل هنا ريد انفو. هنا كتب لي، خلينا نزيح هاي الشاشة هون شوي، هنا كتب لي معلومات الجهاز، يعني شو موديل هذا الجهاز وشو هو. عرفت انه الموديل الجهاز STK شحطة L21M. هون بالخطوة هاي اول شيء عرفت انا موديل الجهاز. الان بدي اعرف شو المعالج تبع الجهاز. شو بعمل؟ بروح على جوجل، بنسخ STK. انا بحكي طبعا راح حدا يحكي لي ليش يعني بتشرح بالطريقة هاي، احنا بنعرف واحنا كذا، في ناس ما بتعرف، انا بشرح للناس اللي ما بتعرف. STK L21، باجي على جوجل بكتب STK شحطة L21 CPU. كتب لي انه Y9 برايم، باجي بغير السؤال، باجي بكتب له Y9 برايم CPU. بيطلع لك هون في اول خيار من جي اس ام ارينا، بيطلع لك هنا السي بي يو تشيبسيت تبع الجهاز، مكتوب كايرن 710 اف. معناته انا هون عرفت انه الخيار اللي راح اشتغل عليه باداه Unlock Tools هو كايرن 710. كايرن 710 اف. بروح على خيار كايرن 710 اف، بختاره. خلصت الان من وضع التست الفاست بوت. الان لازم تكون فاتح الجهاز، بفصل البطاريه وبرجع برجع البطاريه، بترك الجهاز بالوضعيه من الخلف، بكون فاتح الباك تبعه. الان هذا الجهاز بفتح عن طريق تيست بوينت، بدي اضغط الخيار هذا تاع التيست بوينت عشان افتحه عن طريق التيست بوينت. كيف بدي اعرف شو التيست بوينت تبعه؟ باجي هون في عندي خيار تيست بوينت، وبفتح خيار هواوي وبكتب واي 9، وبيطلع لي خيارات الواي 9. برجع لورا بشوف هون انه معطيني خيار انه نقطة التيست بوينت هون زي ما انتم شايفين انه هاي النقطة مع الصاجة، هاي النقطة مع الصاجة. شو بعمل لها؟ الان الخيار لك، اما بتكون بطارية موجودة او لا، ولكن راح اضغط هون على النقطة
والجهاز في وضع مطفي وبشبك الكابل. شو طلع عندي خيار هون؟ طلع عندي خيار منسكر هاي الشاشة، طلع عندي هون خيار هواوي USB COM 1، هواوي USB COM 1. الآن بروح على خيار USB 1 Erase FRB وبضغط عليه، راح يبلش بالخيار عشان يفتح الجهاز لمعالج كايرن 710F. انتهت العملية، تمت عملية المسح بنجاح. نلف الجهاز بس، بنشيل الكابل وبنشغل الجهاز. آسف، بدنا نرفع البطارية ونرد نرجعها، بعدها نشغل الجهاز. العملية سهلة، أهم شيء تعرف موديل الجهاز بالضبط، خصوصا مثلا الواي 9 عدة موديلات. أي جهاز بدك تشوف المعالجات تبعه، لأنه معالجات الكارن زي ما أنتم شايفين من 620 لغاية 980. فأنت أول شيء بالهواوي بدك تعرف شو المعالج تبعه عشان تعرف على أي خيار بدك تكمل. يعني إحنا طلع كايرن 710F لما عملنا بحث على جوجل، رحت مباشرة اخترت خيار كايرن 710F FRB Iris، ورحت على الفاست بوت بالبداية عشان أعمل تشيك على الجهاز عشان أعرف موديل الجهاز بالضبط. ضروري تعرف موديل الجهاز بالضبط قبل ما تعطيه الأمر عشان ما يخرب عندك ويصير عندك مشكلة بالجهاز كبوت، مثلا يصير عنده مشكلة بالبوت، يصير يبطل يفتح، يصير يعني مشكلة بالسوفت وير تبعه. لأنه هون أنت بتعطيه ثلاث ملفات لفتح الـ FRB اللي أنتم شايفينه هون. الآن باجي بكمل التالي التالي التالي، بخطي إعداد كجهاز جديد. وهون هاي التخطي اللي كانت تعطي المسج زي ما شفتوا، بطل يطلع المسج والجهاز كمل إعداداته. تخطي لا شكرا، لاحقا 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 97 لاحقا. لا ما شفته، فتح الجهاز ناشي معات. زي ما شايفين فتح الجهاز بشكل كامل، خيارات البدء هاي عارف ايش هاي الخيار تبع الإباءات الجديد. الشاشة زي ما انتم شايفين الشاشة تعبانة. انها شاشة تعبانة، مش كل التاتش فيها شغال، فعشان هيك بتغلب شوي. على كل حال هاي العملية بشكل كامل، وراح اترك لكم فيديو عشان موضوع شرعي وعطاه هون. خلينا نورجيكم اياه الفيديو. السلام عليكم. لو رحنا على الفيديوهات قوائم التشغيل عشان موضوع تفعيل الادوات، بنروح على خيار FW Unlock، وهنا في كيف تطلب تفعيل أدوات السوفتوير. هذا الفيديو
أنا شارح فيه طريقة تفعيل الأدوات، تختاره، حتك لك رابطه بالوصف، تختاره وبتشوف الطريقة لتفعيل أداة اللوكتولز. وهاي الطريقة اللي أنا شرحتها في الفيديو تستخدمها لجميع معالجات أجهزة كايرن، جميع أجهزة هواوي. أول شيء اعرف شو المعالج تبعه، بعدها مباشرة اشتغل عليه عشان ما تعطيه ملف تاني تطفي جهازك أو تعطل السوفتوير تبعه بشكل كامل وتصير تتغلب بدك تفتح بوت لودر عشان تعطيه فلاشي كاملة وتدخل في متاهة. هذا كان الشرح لليوم، نراكم في شرح قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.